على سلامتكم، مرحبا بكم في هذا لانوفيل فيديو. قبل ما نبدا في الموضوع تاع اليوم، نحيي لي زابوني القدم ونرحب لي زابوني جدد. ولا راكتو في هذا لا فيديو مازال ماشي مابوني، دير بوز وروح ابوني وعاوني بلايك، رايح يشجعني باش ندير فيديوهات واحده اخرى، ورايح يعاون القناه باش تطلع. في بداية كل عام جديد، شهر يناير متميز بحادثة احتفالية، يعني اون انيكدوت. كاين اللي يقول لها يناير ناير، وكاين حتى اللي يقولوا لها العجوزة. واليوم رايحين نشوفوا مع بعض وشنو حكاية يناير. يحتفل الأمازيغ في شمال إفريقيا والعالم برأس العام اللي يوافق 2024، وفي التقويم الأمازيغي يوافق العام 1974. والفوا الأمازيغ بهذا التاريخ، ومعتبرين تقويم ديالهم يتجاوز فايت التقويم الغريغوري، أي بالفرنسية لو كالندريي غريغوريان، المعترف به عالميا 950 سنة. يعني الفرق الزمني بين التقويم الأمازيغي والتقويم الميلادي 950 سنة. بالرغم من أن الاختلافات اللي كاين بين المناطق على النهار المخصص للاحتفالات، بصح معظم أمازيغ شمال إفريقيا يحتفلوا بهذا النهار في 12 من شهر يناير اللي نعرفوه بشهر جانفي من التقويم الميلادي. تختلف الحكايات على أصول يناير ولا ناير، بصح الرواية قريبة للقلوب المؤرخين هي قصة كي لحقوا الأمازيغ العرش مصر. الاحتفال برأس العام الأمازيغي هو في الأصل احتفال بانتصار ملك شيشناق، وهو أمازيغي من أصول ليبية، على الفراعنة اللي كان يحكمهم رمسيس الثالث غامسيس III. ويقول المؤرخين أن المعركة صارت على ضفاف النيل عام 950 قبل الميلاد، وبهذا الانتصار ولا الملك شيشناق الأمازيغي حاكم الأسرة الثانية والعشرين للفراعنة. وكاي اللي يقول أصول الاحتفال بيناير لبعض الأساطير القديمة، منها حكاية العجوزة اللي تحدات شهر يناير في ظروف الجو قاسية لترعى غنامها، وطلب شهر يناير من شهر فبراير باش يخصص له ليلة ونهار ولا ينتصر من هاد العجوزة. وتأكد الأسطورة باللي يناير جمد العجوزة وغنامها، يعني ماتوا بالبرد. يعتبر بعض الأمازيغ القدامى باللي هاد النهار لازم يكون يوم حيطة وحذر. وكاين واحد أخرين يعتبروا باللي الاحتفال بيناير يجيب لهم الخير والسعادة والنجاح، لأنه يناير هو أول شهر من رزنامة الأمازيغية الفلاحية، أي يعني الكالندري أمازيغ أغريكول. بصح ما اتفقوش الأمازيغ لحد الآن على نهار محدد باش يحتفلوا برأس السنة الأمازيغية، وكاين اللي يحتفلوا به من 6 ل 7 من يناير. والأغلبية تحتفل بيناير إما في 12 ولا 13 يناير من كل عام. شهر يناير فيه الاحتفالات والطقوس اللي تعكس الهوية الأمازيغية. مثلا في الجزائر تجتمع العائلة باش يوجدوا أطباق خاصة لهذا المناسبة، كيما طبق الشخشوخة، الرشتة، بركوكس، ويزيدوا لهم التراس اللي تكون فيه الحلوى، التمر والفاكهة المجفة. وكل ما تنوعت الأطباق والمأكولات، كل ما كان العام عام خير ورزق. وفي هذه المناسبة العائلات يحطوا الطفل الصغير كامل في العائلة، يحطوه في وسط الجفنة ولا سني ولا سينية ولا سنيوة تكون كبيرة، ويدوروا عليه ويرموا عليه التراس، ويتمنوا أنه هذا راح يزيد من رزق الطفل. أما في تونس تقاليد تختلف على حسب المناطق. ورأس السنة الأمازيغية ما فيهش عطلة رسمية، والاحتفال به يبقى محدود غير عند الأمازيغ التوانسة اللي عايشين في الجبل، اللي يبقاو متمسكين بهاد التقاليد. وفي هاد الاحتفال يحتفل الأمازيغ تونس بتحضيرهم الأطباق التقليدية كيما العصيدة، الكسكس والتيكربابين، وتجتمع العائلة ولا القبيلة باش يحتفلوا. من بعدها يدعو باش تكون السنة الجديدة وافرة بالأمطار والمحاصيل الزراعية. أما في ليبيا يبدأوا يخرجوا في الاحتفالات خاصة برأس السنة في المناطق اللي فيها الأمازيغ. في جبل نفوسة مثلا يخرجوا النساء باش يجمعوا العشب والنباتات ويعلقوها في السقف تاع ديورهم باش يديروها فال بداية تاع السنة الزراعية جديدة، وتكون فيها الوفرة والخصوبة. يسقوا الأطباق وخاصة الكسكس بالحليب في عود المرقة باش تكون السنة صافية كيما الحليب، وما يغسلوش الماعن وما يشعلوش النار ليلة رأس السنة.
يحتفلوا المغاربة بيناير، يجتمعوا العائلات والحباب على طبق تاكلة ولا العصيدة، وهو طبق أمازيغي أصيل. كاين عائلات يخيروا يديروا الكسكس والطاجين والبيض المسلوق يعني المغلي والفواكه الجافة. كما تتميز حفلات يناير بلعبة أغرمي اللي فيها وين يخبوا أنسة علفة تمر ولا نواة تمر داخل العصيدة قبل ما يسربوها، واللي يصيبها يكون أسعدي نسكاس، يعني بالأمازيغي الشخص المحظوظ هاد العام. وفي بعض المناطق اللي فيها بزاف سكان الأمازيغ يشعلوا النيران ويلبسوا الزي التقليدي ويشطحوا الرجال ونسى، وكيف آخر الليل يتفائلوا بالسنة الفلاحية الجديدة. كانت الجزائر هي الأولى اللي خدت القرار برأس العام السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر، أي جورني شومي بيي، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلنوا يوم رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية سنة 2018. وفي المقابل مازال بزاف من النشطاء الأمازيغ في المغرب تونس وليبيا يطالبوا بالاعتراف بيناير عطلة وطنية رسمية. وبعد ما اعترف المغرب بالأمازيغ لغة رسمية في دستور 2011، مازالت مطالب الاعتراف بيناير من الحقوقيين والنشطاء تتقابل بالصمت، يعني ما تجيب حتى نتيجة. عودوا التجمع العالمي الأمازيغي قبل أيام من المطالب ديالهم باش يرجعوا نهار يوم يناير يوم وطني، وكتب رئيس التجمع رشيد راخا رسالة ولبرية للديوان الملكي ليوضح فيها أنه أكثر من 10 سنين راسل السلطات التنفيذية المتمثلة في الحكومتين السابقة والحالية والسلطات التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفته باش يسنوا قوانين باش يعترفوا بها برأس السنة الأمازيغية عيد وطني وعطلة رسمية متميزة من غير العياد والعطلة الرسمية. بصح ما عطت حتى نتيجة ولا أي تفاعل إيجابي مع هذا المطلب اللي رجع مطلب شعبي تسناه كل الفعاليات الأمازيغية والمنظمات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية. في ليبيا الوضع ماشي بزاف متبدل، المطالب تاعهم ولات تتعاود من سنة 2011. في تونس ومن الثورة ولات وسائل الإعلام والمجتمع المدني متفتحين كتر باش يعترفوا بالهوية الأمازيغية. وكان وزير حقوق الإنسان احتفل بيناير في 2017 وعبر على مواطنيه الأمازيغ وأنه ينتمي لهم ويتمنى لهم سنة جديدة وسعيدة. بصح أمازيغ هاد البلاد مازالوا يسناو اعترافات دولتهم بالثقافة الأمازيغية كجزء من الهوية التونسية. وبهذا نكونوا لحقنا الاخر تاع هذا الفيديو، واللي كمل الفيديو للاخير نقول له يعطيك الصحه، ولا ما راكش مابوني ما تنساش تابوني، ولا عجبتك هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيها. على بالي بلي يناير عنده بزاف اللي خلاص، بصح هذا وين كتب المكتوب وحطيت هذا الفيديو، معليش ثقافه عامه مليحه. واكيد مدابية تقولوا لي في التعليق شكون اللي يحتفل بيناير ومش من المنطقه، ومدابية تقولوا لي حتى عاداتكم وتقاليدكم باش تحتفلوا بيناير. بهذا نقول لكم اسوغا سمغاس. سلام.